طالين تندين الناس أكثر من السابق. على قدر أهل العزم تأتي العزائم. عزيمة رياضي ذوي الاحتياجات الخاصة الجزائريين كانت أكبر من إعاقتهم، وهم العائدون بمرتبة تاسعة من البطولة العالمية بليون الفرنسية. فكان التكريم بعد التتويج من قبل وزارة الشباب والرياضة، وتوجوا ب 23 ميدالية منها 10 ذهبية وفيها أرقام قياسية عالمية. هذا يدل أن هذه الرياضة تنشط وتعمل، ولابد نكرم الرياضيين اللي مثلوا الجزائر كل التمثيل. 23 ميدالية هي حصاد أبطال الجزائر في دورة ليون بعشر ذهبيات وثمان فضيات وخمس برونزيات. المشاركة كانت بالفعل إيجابية ومشرفة لكل الجزائر، احنا فخورين بالنتائج هذو. آراء الرياضيين الأبطال كانت أكبر من فرحة التتويج، فالتفاتة الوطن الأم أعمق في تأثيرها من الصعود على منصة التتويج. نشكر سيد معالي وزير الشباب والرياضة على هذا التكريم، يعني تكريم جيد يشجعنا إن شاء الله باش نزيدو نديرو نتائج مليحة إن شاء الله من القدام. التكريم هذا بالنسبة لنا حاجة مليحة، وكما قال لك زيد يحفزنا باش نزيدوا حقوا نتائج واحد اخرى مليحه ان شاء الله. هكذا اجتمع المسؤولون والابطال في رساله تحفيزيه لذوي الاحتياجات الخاصه الذين ياملون ان يكون تكريمهم وتحفيزهم بنفس القدر الذي يحظى به اقرانهم الاصحاء في رياضه ام الالعاب.